الله سبحانه وتعالى له، يعني ما حنغير الكون. الله سبحانه وتعالى لما يخلقك على خلقة معينة له حكمة، فضل بعضكم على بعض في الرزق، ففضل ناس بالرزق، فضل ناس بجمال، فضل ناس بقوة في الجسم بطول، فضل ناس بشخصية جميلة ومرحة. سبحان الله، كل واحد عنده شيء. يعني الرضا بما قسمه الله لك نعمة تؤدي إلى السلام الداخلي. من الظلم أن نحكم على السمكة بناء على عدم قدرتها على الطير، ومن الظلم أن نحكم على الطير لعدم قدرته على السباحة في داخل الماء. لكل مخلوق قدرة، ولكل مخلوق موهبة، وكذلك الإنسان. كل إنسان عنده موهبته. هل تعرف إيش موهبتك؟ كم من موهبة حرقت بسبب عدم إعطاء المجتمع فرصة للشباب. وإحنا دائما نقول الشباب العربي لا ينقصه شيء، مليء بالمواهب، مليء بالقدرات، فقط يحتاج إعطاء فرصة وليس حرص. أبيض أسود، قبيلي خضيري، 07-02-06، شمالي جنوبي، طويل قصير، تخين نحيف. ترى العنصرية تخلي مخ الواحد مرة صغير. العنصرية هي تحجيم للعقل اللي الله سبحانه وتعالى أنعمه علينا. فياريت كلنا نكبر عقولنا ونبتعد عن كل ما له علاقة بالعنصرية. وما زلت إلى اليوم أفتكر أول صلاة عصر، كانت صلاة عصر في غرفة النوم في غرفتي في أمريكا، وكان لها طعم. وسجدتي وقتها كان لها طعم، يعني إلى اليوم بحاول أرجع الشعور ده اللي جاني في أول سجدة في صلاة عصر عام 1994.